بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، متواصلين مع حضراتكم في هذه الانطلاقات ونبدأ رحلة جديدة. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، هذه انطلاقتي الشوط 13 الذي يبدأ في هذه اللحظة ويعلن انطلاقه لأسماء جديدة في هذا الشوط. 30 اسم مشارك، نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق لكل الحاضرين في هذا الشوط وهذه الانطلاقة المميزة. نهني كل من فاز، كل من حصل على الناموس في صباح اليوم وفي مساء اليوم، ونهنيهم أيضا ونتمنى لهم التوفيق في الأيام القادمة. هذا السباق الذي يسبق وقبل السباق كأس الخليج إن شاء الله الذي سيعلن وسيبدأ في 29 من نوفمبر هذا الشهر إن شاء الله، والثلاثين من نوفمبر أيضا. نتمنى التوفيق لكل المشاركين من أبناء الخليج. أيها الإخوة المتابعون، هذه صدارة الشوط. الشوط هذا يحمل أسماء كبيرة، والمقدمة من هناك من الجانب الآخر. هذا هو اللي في مقدمة الشوط، افريح على المقدمة وعلى الصدارة سالم بن محمد بن حمد المري مع المركز الأول والمركز الثاني في هذا التقدم للعابر هادي بن سالم بن لفجح المري. المركز الثالث هذا مبدع، على المركز الثالث عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. والمركز الرابع أشوف المركز الرابع، وهذا مولع على المركز الرابع وليد بن محمد بن إبراهيم السيد مع المركز الرابع وخامس المراكز. يصل في هذا الموقف من يحمل الرقم 11 براق أحمد بن محمد بن فهد الخاطر. إذن هذه الأسماء أختمها مع شعار الخاطر على المركز الخامس. يا سلام، إذن براق على المركز الخامس وهنا يخطف من قبل شعار حشر بن ظفر الهاجري سمهوج على المركز الخامس. والمركز الرابع شعار العابر وهادي بن سالم بن لفجح المري، وهنا تقدم. وعند لوحة 1200 بدأت الأسماء بالظهور، بدأت الأسماء بالظهور. بدأنا بالانعطاف والهبوط إلى خط النهاية، وهذا مبدع، ومبدع بشعار عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة، وشعار المبدع ينطلق في هذه اللحظة، ينطلق وهنا فريح في المركز الثاني. سالم بن محمد بن حمد المري مع المركز الثاني، هذا شعار بن حلفان على المركز الثاني ينطلق في هذا الموقف. هنا التدخل من شعار مولع ووليد محمد ابراهيم السيد، وهنا تقدم شعار حشر بن ظفر الهاجري سمهوج قادم من الميدان الملكي، نرحب باجمل ترحيب. هنا المركز الثاني، شوفوا التقدم، ممدوح شبيب بن محمد بن عمير النعيمي على المركز الثاني، وتعدينا لوحه واحد. يا سلام، خلاص 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 انتهت الامور. بدا الشباب بتحريك الآلي في هذا الموقف، في هذا الموقف الخطير. هنا ممدوح شبيب بن محمد بن عمير النعيمي مع المركز الأول يبحث عن الصدارة وعن الناموس. هنا حتى هذه اللحظة لم يصدر عليه أي أوامر. شوف المركز الثاني موال، شعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران على المركز الثاني ينطلق أيضا يبحث عن الصدارة وعن المركز الأول وعن الناموس. ولكن الأمور مع شعار النعيمي، مع ممدوح شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي، يفوز بهذا الشوط، يعلن الفوز والانتصار في هذه اللحظة. يا السلام، تهانينا تهانينا لمالك ممدوح شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي، يهنيه على هذا الفوز والانتصار في هذا الشوط، تهانينا. والناموس المركز الثاني السيف عبد الهادي بن زيد بن نديله المري، المركز الثالث موال شعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري، المركز الثالث. إذن كما أسلفت، المركز الثاني السيف عبد الهادي بن زيد بن ديله المري، المركز الثالث.
موال لشعيل بن عبد الهادي او شعيل بن عبد الله بن عبد الهادي المري المركز الرابع. وصل ولد شاهين محمد بن حمد الدعبة المري المركز الخامس. يصل مبدع عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة. تهانينا والناموس. وهذه لحظة وصوله الى خط النهاية. توقيت الزمني 4:39 50 جزءا من الثاني. ممدوح لشبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي. أهنيه الفوز والانتصار والناموس. المركز الثاني توقيته الزمني 4:41 22 جزء من الثانية. توقيت السيف لعبد الهادي بن زيد بن علي بن ديله المري. أهنيه الناموس أيضا بن ديله. المركز الثالث وصل موال. توقيته الزمني 4:43 ثانية 10 أجزاء من الثانية. هو موال لشعيل بن عبد الهادي أو شعيل بن عبد الله بن عبد الهادي. المترجم